وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات اللي تنتظر. تفضل يا أمة الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدي سؤال. تفضلي. أنت جمعية موظفين. إيه. والمرأة اللي عندها جمعية الموظفين يعني ما الفلوس اللي لديها مشتبه فيها، يعني هي تتاجر في حاجة محرمة، هل يجوز لي أن أشترك في هذه الجمعية أم لا؟ إن شاء الله. هي لديها سهم أو سهمين والباقي أسهم من ناس من ناس آخرين. وهي التي أنشأت الجمعية؟ أيوة، الجمعية عندها. طيب يا أمة الله أبشر إن شاء الله. هي عندها سهم أو سهمين للجمعية والباقي من أسهم آخرين، ولكن يعني هي عندها اشتباه في أموالها، يعني هي سيادة تربح حاجة ممنوعة وكذا. إن شاء الله، أبشري يا أمة الله. شكرا، جزاك نار. تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله من عمان. أيوة أخوي. تفضلي. أيوة نعم أخوي. تفضلي تفضلي، أنت على الهواء. تفضلي. أخوي أنا حلفت بيمين غلطت اليمين. إيه. انزين انا قلت والله العظيم والله العظيم يا ما ادخل هذا البيت تنقلع عيني، ان دخلت هذا البيت واحد من هذه البيوت تنقلع عيني وتشتل رجلي من دام الدنيا حيه. انزين وعاد انا ما دخلت. اها. بس انا في حرقه وفي غضب انها ردت علي حرمه الولد، قالت لي انا ما اريدش في البيت. ايه. زين ردت علي قالت لي انا ما اريدش تدخلي في بيتي. طيب والان قلت لها انزين، قلت لها انا والله العظيم الذي ما يرد لا صوم ولا كفاره، وان دخلت واحد من بيت واحد من عيالي تشتل رجلي ويدي وتنقلع عيني، انا ما ادخل من دام الدنيا حيه. لا حول ولا قوه الا بالله. اي نعم. طيب. انها راغتني والولد جالي. ايه. هي. طيب والان تبغى تدخلين يعني؟ لا. اه طيب، شو الحل؟ شو هذا؟ انا كفرت، طلعتي كفاره، بس اني بعدني اني شكيت بالامر، سميت مريضه وشكيت بالامر ولا طعت ادخل. ان شاء الله يا ام عبد الله. ان شاء الله. مرحبا. يا مرحبا ابو ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف امورك؟ طيب ان شاء الله. مرحبا ابو ابراهيم. الله يعطيك الصحه يا شيخنا. يعافيك شيخ. الله يسلمك، عندي سؤال الله يبارك فيك. تفضل. توجد هناك تقنية جديدة لعمل الصبغ لمنطقة الصلع، ويتم عمل هذه التقنية بقلم إلكتروني يشبه قلم الوشم. هي. المعروف، ولكن هذه التقنية لا يخترق الجلد فيها. وإنما يكون على سطح الجلد فقط. وهذه التقنية تغطي أماكن الفارغة وأماكن الصلع وأماكن التشوهات في الرأس لتجعله يظهر بمظهر حسن. نعم. والصبغ المستخدم في هذه التقنية هو صبغ أسود مستخرج من مادة الكربون، ويخلو تماما من المواد الحيوانية وغيرها التي يتم استخدامها في الوشم. ويزول الصبغ هذا على حسب نوعية البشر يعني البشرة. نعم. يعني إما 4 سنوات أو 6 سنوات تقريبا. شاء. والله أعلم. فما حكم هذا؟ جزاك الله خير شيخ. شاء الله أبو إبراهيم. بارك الله فيك. يا مرحبا، حياكم الله. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طاب حالك يا مرحبا. جزاك الله خير على ما تقدموا من بر طيب. جزاك الله خير. شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، ما الفرق بين حديث النفس وحديث القلب؟ إن شاء الله. والسؤال الثاني، متى يوصل بحديث النفس وحديث القلب إلى الشرك؟ متى نوصل فيه إلى والله يمكن شغلتنا في هذه المواضيع. إن شاء الله. متى نوصل يعني في كيف تسمع. نحدد أنفسنا وحديث القلب والنفس؟ إن شاء الله تسمع الجواب. الله يجزيك الخير يا شيخ. مرحبا أبو عبد الرحمن. فضيلة شريفة. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس بغيت أسأل. تفضلي. قضاء أيام المراهقة قضى علينا من أيام المراهقة أيام قضيناها، هل يكفي بس القضاء في هالفترة ولا لازم كفورة؟ إن شاء الله. هذه واحد. شيء ثاني. نعم. إذا حين زوجة خذت من محفظة زوجها أول أيام الزواج، يعني حين هي في الخمسينات أول ما تزوجت موظفة وعندها يعني راتبها مرتاحة ماديا، يعني وإذا خذت من محفظة زوجها فلوس وهو ما يدري، يصير في هالفترة الحين يعني حين قبل ما مرت الأيام والسنين تحط ترجع في محفظة زوجها فلوس بدل اللي خذته؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، تسلف زوجها بمدة تقريبا 5 سنين مبلغ من المال، وعقب كم شهر سألها أم فلان طالبيني شيء، قامت هي قالت لا بنية التنازل. يصير في هذه الأيام الحين يوم هي حنوة تترجع اللي خذتها في يعني كانت في سن 20، يصير في هذه الأيام تنوي هذه المبلغ احنا اللي خذته؟ والله ما يصير. والمبلغ يغطي هذا المبلغ الثاني اللي تنازلت. هي مستعدة تراجع. لا لا لا، المبلغ اللي تنازلت عن زوجها فيه يغطي المبلغ اللي أخذته قبل؟ احتمال يكون اللي أخذته أكثر. إن شاء الله يا شريف. إن شاء الله. المبلغ اللي عقبه اللي أو السؤال اللي بعده. أي. الأم إذا عطت بنات ذهب، عندها 3 بنات، كل واحدة عطت قطعة. وعطت حفيداتها من 3 البنات، واحدة عطتها قطعة ذهب والثانية عطتها الحفيدات والثانية عطتها قطعة ذهب والثالثة عطتها مبلغ من المال. الحين سمعنا إن ما يجوز الأم تعطي عيالها البنات ولا تعطي الصبيان، فناويين البنات يشاورون إخوانهم الصبيان شلون على الحفيدات بعد يرجع الذهب، أو يقولون يعني عطية الجد تعتبر نوع الهبة. مين نتأكد بس العافيك إن شاء الله. هذا نقطة. النقطة اللي عقبها أو السؤال اللي بعده، الأم بخير وبنعمة وعندها ذهب وعندها فلوس، يصير الحين على حياتها تسعر الذهب اللي عندها كله وتوزعه بين عيالها صبيان وبنات، أو مثلا إذا كان واحد من هذه الصبيان ما تسلف منها مبلغ، يصير الشيل من يعني تشوف نصيبه في الذهب والشيل اللي عليه طالبة هي. هذه النقطة اللي عقبها. واحد من عيالها الصبيان عنده قطعة أرض وهو يعني على قده ويقدر يبنيها، يصير الأم تبني أو يعني تسوي شيء بسيط في هذه الأرض لأنها مشروطة بكم سنة والدولة تشحبها من عنده، يصير تبناها لو بسوس، هل يصير هذه بخس في حق إخوانه، أو إن هي تشاور الإخوان وتقول له أنا ببدي أبني في أرض أخوكم على 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 ساعة يعني كل ما صار عندها مبلغ زين تبني فيه. إن شاء الله. مرحبا مرحبا. مع السلامة. أم حمزة من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي مشكلة مع زوجي وبناتي. بناتي عندها 11 عام. إيه. من حدا مشارطة فيا بيني وبين زوجي، بيني وبين أبوها. تقول أنا ماشي أمها، تقول أنا زوجة أبوها ماشي أمها. كيف يا أم حمزة؟ تقول أنا ماشي أمها، تقول أنا زوجة أبوها ماشي أمها. وأنا بنتي
هي أنا حملتها 9 شهور ورضعتها وربيتها وهي ايه مشارطة فيها شرط ما تصورهاش لا في البال ولا في العقل. ايه لماذا وش السبب؟ وش السبب؟ إلا تقول لي تشتري لي هاد هاد وهاد 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 ونقولها أنا ما أقدر أشتري لك، روحي عند أبوك إلا كسبت وقال اشتريهم أنا تشتريهم لبنتي، هو ما كسبتي أنا ما أقدر أشتريهم. إيه. هي تقول لي لا مش هيك، مش كل حاجة تحملي أبويا أبويا أبويا، هو ما يدخل في حاجاتي. لا دغنيا هذه يومين قالت لي حابة نروح لانيفيرسير تاع صاحبتي، قلت لها بنتي أنا ما أقدر أعطيك الإذن باش تروحي لانيفيرسير تاع صاحبتك، قولي لأبوك إلا عطاك الإذن روحي، أنا ما أقدر أتحكم فيكم. أنا ربيت 3-6 أولاد قبلها. ما عذبوني هذا العذاب اللي راني متعذباته مع هذا البنت. وجات جمعت هدايا في الأوضة وقالت لي بتمنى تروحي للبلاد وتقضبك في كورورا وريح منك، أنا ما بحب أشوف وجهك. أعوذ بالله. أنا أعيش مع أبويا. تقولي أنا ما متعطيني الأوضة بنام أذك مع أبويا. هي مع أبوها كويسة قوي صح معايا؟ أنا ما عرفتش ليش البارح قالت لأبوها سوى تخرج هي من البيت سوى نخرج أنا من البيت، واحد منا يخرج من البيت. أنا اليوم قررت عملت كل لميت حاجاتي ورايحة عند بنتي أقعد حتى يهدى الوضع وتشوف صرفة مع هذا البنت. طيب أبوها إيش موقفه لي. أبوها إيش موقفه؟ أبوها عمر ما عطاني الحق. عمر في حياته ولا عطاني الحق. وبالنسبة لك أنت على ذمة زوجك يعني أبوها على ذمته أنت؟ أماوية متزوجة وعندي 6 أطفال وهي 7. إيه هي آخر أولادك؟ آخر بنت في بناتي وأولادي. إيه عندك غير أصغر منها؟ ما عندي غير أطفال منها، عندي غير هي التالية عندها 11 عام. عندي 2 ولد متزوجين. إيه. و2 بنات متزوجين وبنت عزبة عندها 23 عام معايا في البيت، هي وأخوها عندها 14 عام. إن شاء الله. ثلاثة في البيت. إن شاء الله يا محمزة تسمعين إن شاء الله النصيحة. أنا بتعذب الحاج، أنا بتعذب معاها. الله يعيننا. أنا عملت كل الصروف معاها. إن شاء الله. أنا أمها بدلق لها بسويها أي حاجة. تقولي ما تدخلي الأوضة تاعي ما تجمعي تقولولي. فين تدرسين أنت؟ فين تدرس هي؟ مدارس. مدارس نظامية ولا مدارس إسلامية؟ لا مدارس حكومية فرنسية. طيب يا محمزة أبشري إن شاء الله تسمع. السلام عليكم. الله يحفظك. نعم أمة الله ليبيا. يا أمة الله من ليبيا راحت. تفضلي يا أختي تفضلي. يلا تفضل يا محمد. مرحبا شيخ. حياك الله يا محمد. كيف حالك؟ الله يعافيك. مرحبا، تفضل أبو محمد. الله يسلمك. أنا مبتلي بنسيان هنسير. إيه. فوق الصلاة، أحياناً يوم أصلي 4 ركعات وأجلس في 2 الأوليات وأقرأ نص التراويح، أقرأها كاملة التراويح هذه. تحيات. أيوة. أقرأها كاملة، وبعدين أذكر وأقوم مرة ثانية. هل يوجب علي يعني أصلي السهو؟ أرفع السهو؟ يعني قصدك في التشهد الأول؟ نعم، التشهد الأول دائما أنسى أقرأ كامل. إن شاء الله يا محمد. عندك سؤال ثاني؟ عندك سؤال ثاني؟ علي سهو رفع السهو ولا لا؟ وعندي دائما يوم تقدم بناس أصلي بناس ولا شيء أنساها منهم هم ورايها ما يظهر حسي يعني وأقول الله أكبر سمع الله لمن حمده حتى يقولوا لي سبحان الله. وبعدين أغتر. ما أعرف علي ركوع سهو ولا لا. أنت كم عمرك يا محمد؟ عمري 60. شباب ما شاء الله عليك تنسى. الله يطول عمرك. عمرك طويل. مرحبا. مستفيد منك وايد. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أمة الله من الكويت بالأمس باقي لها مجموعة أسئلة. ضاق الوقت عن الإجابة عليها. تقول في سؤالها الثالث تسأل عن حكم لبس الباروكة في المناسبات،
أختي أمة الله من الكويت، بالنسبة للبس الباروكة من حيث الحكم الشرعي على نوعين. النوع الأول حرام ولا يجوز كونه من الوصل، وذلك إذا أرادت المرأة التجمل بهذا فإن هذا محرم ولا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فهذا نوع من أنواع الوصل، نص على هذا أهل العلم. أما إذا كان لبس الباروكة لأجل إخفاء عيب من العيوب التي تحصل، مثلا ثعلبة في الرأس مثلا ولا شيء من هذا القبيل، أو تساقط شعر بحيث أن المرأة تتأذى لو ظهرت أمام الناس، فالذي يظهر أنه لا بأس، وهذا أحد قول أهل العلم الذي يظهر بأنه لا بأس، لأن هذه من الأشياء التي أذن الله جل وعلا بمعالجتها، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بإخفائها. وقد جاء في المسند بإسناد لا بأس به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة إلا من داء، إلا من داء. فإذا كان هناك داء ومثل هذا تساقط شعر، وجود ثعلبة، بعض النساء الآن الله يعافي الجميع مبتلى بمرض السرطان وتأخذ علاج كيماوي يتسبب في سقوط الشعر مثلا، يجوز لها في مثل هذه الحالة تلبس الباروكة لزوجها وللنساء. أمة الله من الكويت تسأل تقول: أنا لما أخلص الصلاة مباشرة أقوم وأجلس على الكرسي آتي بالأذكار، تقول ما أبقى في مكاني، ما حكم ذلك؟ ما في بأس، يجوز، يجوز للإنسان إذا احتاج أن يجلس على الكرسي بعد الصلاة مباشرة بحيث أنه يشعر بتعب إذا بقي جالسا على الأرض، أن يكمل الأذكار على الكرسي. والأفضل إذا كان الإنسان قادر ومستطيع على البقاء جالسا، فالأفضل البقاء في محل الصلاة، لأن هذه من سنن الصلاة الفعلية، لأن بعد الصلاة في سنن فعلية وقولية. السنة الفعلية البقاء في مكان الصلاة اللي صليتي فيه، السنة القولية أن تأتي بالأذكار في هذا المكان. إذا الإنسان شعر بتعب وعدم راحة في بقائه جالسا، ممكن يجلس على كرسي ولو قربه في المكان الذي يصلي فيه يكون أفضل. أمة الله تسأل تقول: تريد نصيحة عن مسائل الخشوع في الصلاة. أختي أمة الله والجميع، الجميع من يشاهدني وجميع من لديه إشكالات في مسائل الخشوع في الصلاة، أعطي هذه النصيحة. أولا، لا بد أن نعلم بأن الخشوع هو لب الصلاة وروح الصلاة، الخشوع هو لب الصلاة وروح الصلاة، ولذلك الله جل وعلا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. فأهل الخشوع الصلاة عليهم من أسهل الأعمال ومن أيسرها. أما الذي يفتقد إلى الخشوع فإن الصلاة ثقيلة عليه وصعبة عليه وما يأتيها برغبة، سبحان الله العظيم. ولذلك امتدح الله المؤمنين بقوله: الذين هم على صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون في الصلاة يخشعون. والخشوع محله القلب، فإذا خشع القلب ظهر هذا على الجوارح، إذا خشع القلب ظهر هذا على الجوارح. المسألة الثانية بالنسبة للخشوع، الخشوع ليس هكذا يأتي مصادفة أو يأتي من دون بذل سبب، لا، لا بد من بذل أسباب. فالذي يريد أن يخشع في الصلاة لا بد أن يبذل الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة. أول شيء من أمور الخشوع إحسان الوضوء، فإن للوضوء أثر في الخشوع في الصلاة، وقد جاء بأحاديث لا بأس بأسانيدها أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على إحسان الوضوء حتى لا يلبس على الإنسان في الصلاة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لبس عليه مرة في صلاته، فلما سلم قال هذا الكلام، قال: إن أحدكم يأتي ولا يتم وضوءه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يحسن الإنسان الوضوء. أمر الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يقبل على الصلاة بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبرغبة في هذه العبادة، وأنها مما فرضها الله عز وجل عليه، ولذلك يأتيها برغبة وبمحبة وبإقبال وبإخلاص لله عز وجل. المسألة الثالثة، أن يعتقد الإنسان عقيدة راسخة على الدوام والاستمرار، أن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله. فهل يليق بالمصلي أن يقف بين يدي الله عز وجل
وهو يتلفت يمينا ويسارا وينشغل عن الصلاة، هل يليق بالمصلي أن يفعل هذا الأمر؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال نهى عن مسح الحصى في الصلاة، قال لا تمسح الحصى، فإن الله قبل وجه أحدكم، قبل وجه أحدكم، والله عز وجل إذا قال المصلي الله أكبر يقول ارفع الحجب بيني وبين عبدي. حينما نستشعر مثل هذه المعاني أنا أجزم يقينا بأننا سنخشع في الصلاة وسنؤدي الصلاة بخشوع وبطمأنينة. مسألة أخرى، الطمأنينة في الصلاة، ما معنى الطمأنينة؟ الخشوع في القلب والطمأنينة في الجوارح، يعني إذا جئت أصلي أعطي كل عضو من أعضاء البدن حقه في الصلاة، القيام أقف بقيام معتدل، ثم إذا جئت أركع أركع بطمأنينة بحيث أن يقول الله أكبر ثم أركع وأجعل رأسي حيال ظهري وأطمئن في ركوعي وآتي بالأذكار، ثم لما أقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا وكب أقف وآتي بالأذكار، ليس كحال بعض الناس الذي كأنه في سباق. هذه الطمأنينة، إذا سجدت أمكن أعضاء سجودي السبعة من الأرض وأذكر الله، ثم إذا قلت الله أكبر وجلست أطمئن جالسا، هذه سمى الطمأنينة في الصلاة. الأمر الآخر، تقطيع الآيات القرآنية بحيث أنني أقرأ أقف عند رأس الآية، عند رأس الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا بقية الآيات، هذا يعني يعطي الإنسان تفكر وتدبر مع هذه الآيات. مسألة أخرى، أن نعلم بأن الله عز وجل حينما نقرأ يرد علينا ويجيبنا سبحانه وتعالى، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. أسألكم بالله، في أحد في الصلاة لما يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين يستشعر بأن الله يقول حمدني عبدي؟ ولذلك لا تستغربون ما في خشوع، لأن ما أعطينا الصلاة حقها، ما تلذذنا بهذه الصلاة، ما عشنا في ظلالها الإيماني. ذلك لما تقول الحمد لله رب العالمين تخيل وتذكر بل اعتقد عقيدة بأن الله يقول حمدني عبدي وهكذا. أمر آخر، أنك تصلي صلاة مودع. ما معنى صلاة مودع؟ لما تجي تصلي تعتقد وتحمل هاجس بأن هذه آخر صلاة في دنياك، كيف تكون؟ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس قولي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا إذا جئنا نصلي أن نظن بأن هذه آخر صلاة، أن نظن بأن هذه آخر صلاة، هكذا أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل كمية الخشوع وقدر الطمأنينة والخير الذي تحصله، لأنك تريد أن يعني كأن هذه آخر صلاة ستؤديها على أحسن حال. مسألة أخرى، لابد أن تستشعر بأن الله عز وجل ينظر إليك، ولذلك أنت إذا جئت إلى وجيه من وجاهي الدنيا تطلبه شيء، بالمجزوم المحقق أنك ما تتلفت، لأنك تراقبه وتنظر إليه وتحترمه، وهذا حقه، هذا حقه. ذلك أنت مقبل على الله تسأل الله عز وجل، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت مقبل على الله عز وجل وتسأله من خير الدنيا والآخرة، كيف تلتفت يمينه أو يعني قلبك يذهب؟ مسألة أخرى، محاولة تدبر الآيات القرآنية، هذا من أعظم ما يقود على الخشوع، يقود إلى الخشوع تدبر هذه الآيات القرآنية. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بعض الناس يقرأ وما يدري ماذا يقرأ، لا، تعلم اقرأوا في التفسير، حاولوا أن تعرفوا معاني هذه الآيات. مسألة أخرى، الإتيان بسنن الصلاة، سنن الصلاة هذه مهمة جدا. الله أكبر
ترفع يديك مستسلما لله العظيم جل وعلا وتقدس، الله أكبر. ثم لما تضع اليد اليمنى على اليسرى هذه حالة افتقار وتذلل ومسكنة بين يدي الله عز وجل، تسأل الله عز وجل. ثم أيضا تحريك الأصبع في التشهد أشد على الشيطان من قرع الحديد، أشد على الشيطان من قرع الحديد، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. النظر إلى محل السجود، الآن بعض الناس يصلي ويتلفت يمين ويسار، أو عيونه بس تلفت يمين ويسار، حتى لو ما راسه يعني التفت لعيونه، هذه ما هي بصلاة، هذه فرجة. لا، الصلاة أنك ترمي ببصرك على محل سجودك حتى إذا أردت الخشوع. مسألة أخرى، الإطالة في الأركان، أطيل في الأركان، أمد القراءة. الآن بعض الناس بعد الفاتحة ما يعرف إلا قل هو الله أحد، ويحفظ هو يحفظ. أنا ما أقول للناس اللي ما يحفظون لا، وقل هو الله أحد سورة عظيمة، لكن نوع بالسور، نوع بالآيات، تشعر بأن هناك شيء جديد في قلبك وفي صدرك. نوع كذلك الإطالة، يعني لما تركع اركع بطمأنينة، سبح 10 مرات، ما وراك شيء، وش اللي وراك؟ ما الذي ورائك أنت؟ الحمد لله عندك يعني وقت طويل وكذا، سبح 10 مرات في الركوع و10 مرات في السجود، ها؟ هذا طيب، هذا يضيف لكم إضافات كثيرة وتشعرون بالخشوع بإذن الله عز وجل. وأيضا الإنسان يبتعد عن المكان اللي فيه وشوشة وفيه إشغال وفيه سلب للخشوع، صلي في أماكن يعني تجلب له الخشوع لا أن تنتزع منه الخشوع. كذلك الابتعاد عن كل ما يؤثر على الخشوع. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى ولبس بردة فيها خطوط مقلمة معلمة، رماها بعد الصلاة، قال اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم. كرهها، ليش؟ لأنه أثرت على خشوعه. الرسول يخشع، شوف لاحظ كيف خطوط فقط بردة فيها أثرت عليه. الآن السجادة ملونة والثياب ملونة، وعندنا صور وعندنا أحيان أصوات، وبعض الناس يصلي والتلفزيون شغال ويقول وين الخشوع؟ طبيعي ما في خشوع، طبيعي ما في خشوع. ولذلك بارك الله فيك يا أختي الفاضلة، هذه بعض وليس كل الأشياء التي تعين على الخشوع بإذن الله جل وعلا. أمة الله من السعودية تقول أنا حابة أدخل في جمعية موظفين، والمرأة التي عندها الجمعية تقول يعني في أموالها فيها شبهة، تقول هي داخلة بسهمين تقريبا، تقول هل يجوز لي الاشتراك؟ أختي أمة الله، الجواب على هذا من شقين. الشق الأول من حيث الحكم الشرعي يجوز للإنسان أن يشارك أشخاص آخرين، يعني يعتقد أو يغلب على ظني أو يشك مثلا أن مثلا عندهم أموال غير نظيفة وعندهم أموال نظيفة، يعني مختلطة. من حيث الحكم الشرعي نقول أصل الجواز، لكن الجانب الثاني من حيث سمعة الإنسان وخشية من أن يعين هذا الشخص على الحرام، الأفضل أن الإنسان يبتعد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بأن الحرام بين وبأن الحلال بين وبينهما مشبهات، فالإنسان يتقي الشبهات ويستبرئ لدينه ويستبرئ لعرضه. يعني ما أدري أختي أمة الله، هل تعتقدين بأنك مثلا في يوم الأيام يقول والله فلانة أم فلان تشارك فلانة اللي مثلا تتعامل بأشياء ممنوعة ومحرمة؟ إذا والله تقولين مثل هذا، لا، سلامة العرض والدين مهم جدا، أفضل من كونك تكسبين بحاجات بسيطة يعني ما تسوى شيء. لكن لو أنك شاركتي ودخلتي ما نقدر نقول أنه حرام، يجوز مشاركة غير المسلم، ومعروف أموال غير المسلم قد تأتي من أشياء محرمة في عقيدتنا. لكن كنصيحة ابتعدي صيانة للدين وصيانة للعرض. أم عبد الله من عمان تقول بأن حلفت يمين مغلظة بالله العظيم أن ما تدخل بيت فلانة زوجة ابنها، وتقول تنقلع عيني وتنشل رجلي وشيء من هذا القبيل من الكلام العظيم. تقول الآن كفرت أنا عن يميني لكني غير مرتاحة. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب.
الغضب شر وشين، الغضب يحضر الشيطان، ولذلك الإنسان ينطق ساعة الغضب بشيء ما يتخيل الإنسان أنه يقوله أبدا. ولذلك أنت ندمان الآن، دعيتي على نفسك ها وأقسمت بالله العظيم وكذا، والآن ندمان، لأن الأمور ترجع، كل مشكلة لها حل، ما في مشكلة إلا ولها حل. ولذلك أخت الفاضلة، لعل هذه القضية اللي حصلت لك تعطيك درس في حياتك، أنك ما تغضبين، وإذا غضبت لا تتكلمين، إذا غضبت لا تتكلمين، لأن الإنسان إذا غضب وتكلم قال شيء يعني يندم عليه مثل ما حصل لك. الأمر الثاني، استغفر الله، قل استغفر الله وأتوب إليه، اللهم تب علي، اللهم اغفر لي، اللهم عافني واعفو عني، هذا طيب، اللهم عافني واعفو عني، وكفر عن يمينك. أنت تقول كفرت عن يمينك، خلاص الآن يجوز لك تدخلين بيت ابنك أو تذهبين إلى زوجة ابنك بعد هذا. تقول والله أنا ما لي رغبة، هذا راجع لك أنت، هم يجونك ويسيرون عليك ويسلمون عليك ويزورونك، هم الواجب عليهم. لكن عموما اللي عليك من الناحية الشرعية كفارة اليمين، وأيضا الاستغفار، وإذا عندك صدقة عندك خير ها تصدق على الفقر والمساكين، فإن للصدقة أثر عظيم في اقتلاع مثل هذه الآثام والخطايا والذنوب وهذه التجاوزات اللي تصدر من الإنسان من دون قصد أو في ساعة غضب. أبو إبراهيم من عجمان يقول هناك تقنية جديدة لعمل صبغة في منطقة الصلع عند يعني الذين يعانون، وهي نوع من أنواع الوشم لا يخترق الجلد، وإنما يكون صبغا أسودا يأخذ مثل الشعر، وهو مستخرج من مادة كربونية وليست من مادة حيوانية وشيء من هذا القبيل إلى آخر ما ذكر. أبو إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للإنسان الذي يعاني من الصلع أحد شخصين، إما أن يكون رجل وإما أن يكون امرأة. والصلع في جانب النساء لا شك بأنه يمثل عيبا تحتاج المرأة إلى العلاج، وأنا ذكرت في جواب لي في البرنامج اليوم جواز لبس الباروكة بالنسبة للمرأة التي تعاني تساقط شعر أو تعالج بالكيماوي أو عندها ثعلبة أو شيء من هذا القبيل، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. أما الرجل فالذي أعرفه بأن الرجل لا يعيبه الصلع، الرجل ما يعيبه الصلع، هذا اللي أعرفه. ولقد كان عمر أصلعا وعليا أصلعا رضي الله عنهما، فما عرفنا بأن الصلع بالنسبة للرجل يمثل عيب يرد في النكاح ولا يعير به الرجل، بالعكس بعض كبار السن يزينه الصلع، الصلع لكبير السن يعني جمال له ها. لكن فيه بعض الشباب قد يعني يباغتهم الصلع في وقت مبكر من أعمارهم ولا يستطيعون العلاج، مثل من يصاب بثعلبة، مثل من يصاب بتساقط شعر، أو مثلا مثل ما ذكرت بقع في منطقة الرأس. فهنا يجوز له في مثل هذه الحالة اللي شرحتها لي، وهي التقنية الجديدة هذه لوشم منطقة الصلع في الرأس، الوشم هذا في مثل هذه الصورة يجوز التداوي به ويجوز إخفاء العيب به، فيجوز ولله الحمد استعمال الوشم حتى لو كان لا يخرق الجلد، وإنما هو مثل الوشم على طفح أو شيء من هذا القبيل، ما في بأس فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأن الشريعة دعت إلى أن الإنسان يجوز له إعادة العضو الذي تشوه، مثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسعد بن عرفجة وقد انقطع أنفه في معركة الكلاب، واتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له بأن يتخذ أنفا من ذهب. وأي عيب يحصل للإنسان في عضو من أعضاء جسمه يجوز له أن يعيده بعملية تجميلية، وهذا من جملة الأمور التي يجوز للإنسان أن يتعاطاها وأن يستعملها، لأنها ليست وشم لأجل التجمل مثلا مقصود، لا، وإنما في منطقة الرأس، والأصل أن الرأس الناس لا يضعون الوشم في الرأس، فهذا نوع من أنواع التداوي والتطبب. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن بن أبو ظبي يقول ما الفرق بين حديث النفس وحديث القلب، ومتى يصل حديث النفس إلى الشرك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي حديث النفس هو حديث القلب،
وحديث القلب هو حديث النفس، فهما سواء، فهما سواء. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، إذا طرأ عليه وورد على قلبه أو نفسه أو خاطره شيء من هذه الواردات، فالواجب عليه أن يدفعها وألا يسترسل معها وألا يطمئن إليها، لا يطمئن إليه ويدفعها. المسألة الأخرى أنه لا يكون قد أثم ولا يترتب عليه حكم من قارف الذنب بالنسبة لحديث النفس، فمن فكر بشيء من الأمور المحرمة ولم يتحدث بلسانه ولم يعمل بجوارحه فلا إثم عليه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، فإذا تكلم أو عمل أثم. المسألة الأخرى بالنسبة لحديث النفس الذي يصل إلى الشرك فيما يتعلق بقضية الرياء، فإذا كان الإنسان يعمل العمل وقلبه يقصد به غير الله عز وجل فقد أشرك الشرك الأصغر، أشرك الشرك الأصغر. أما إذا كان أصل عمله ومهيج عمله الأصنام أو القبور أو الأوثان، هذا شرك بالله رب العالمين. في بعض الذنوب القلبية مثل الحقد والرياء والكراهية والكبر والعجب والغرور، هذه يؤاخذ عليها الإنسان حتى لو لم يتكلم، هذه أمراض قلبية، أمراض قلبية. أخوي أبو عبد الرحمن، بعض الناس عنده وسواس ويحصل ذلك من خلال قراءات مغلوطة أو فهم غير صحيح لنصوص معينة أو انفراد بالقراءة دون اللجوء إلى العلماء، فيحصل عنده هاجس ووسواس خطير جدا حتى أنه يتهم نفسه دائما بالشرك، وهذا غلط، هذا غلط. فأرجو أن لا تكون من هذا الجنس. لذلك بعض الناس يتواصلون معي ويذكرون أشياء حقيقة مضحكة، وبعضهم يحكم على نفسه بالكفر وبالشرك وبالردة وبالنفاق، وشيء عجيب جدا. ولا شك بأن هذا من تلبيسات إبليس ومن مداخل الشيطان الخطيرة، شم قلب هذا الإنسان فرآه يركز على هذه الأمور ويبالغ فيها وهو في معزل عن العلماء وبعيد عن الفقهاء، فينفرد بالرأي ويتفاعل مع هذه الأقوال ثم يحملها على نفسه ويركبها على ذاته، هذا غلط، لا يجوز. ولذلك الإنسان يلجأ إلى العلماء ويستفسر، إذا قرأ حديث أو آية وأشكلت عليه يسأل العلماء. ولا يجوز الإنسان أن يتهم نفسه يقول والله أنا أشركت بالله. كيف أشركت بالله؟ الشرك بالله أن تعبد غير الله عز وجل. أما هذه الواردات طبيعي، الصحابة رضي الله عنهم ما سلموا من الشيطان، لدرجة أنه يأتون إلى النبي يبكون ومنزعجين: يا رسول الله، إن أحدنا لا يفكر في أمر يتمنى لو ترد من جبل على أن لا يفكر في هذا. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوجدتم ذلك؟ هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لأن القلب والنفس إذا رفضوا مثل هذه الوساوس ولفظوها وصدوها، دلالة على أن هناك إيمان تتكسر على صخرته مثل هذه الواردات والخواطر الشيطانية. شريفة من البحرين تقول: يعني الإنسان إذا قضى أيام من رمضان تركها أيام المراهقة، هل يكفي القضاء؟ نعم، يكفي القضاء فقط، إلا إذا تعمد ترك هذا اليوم مثلا أو تأجيله، مثلا تأجيله حتى دخل أكثر من رمضان، يطعم مسكين عن هذا اليوم أو عن كل يوم تركه أيام المراهقة أو أيام الصغر مع القضاء الكفارة. شريفة تقول: في امرأة أخذت من محفظة زوجها مبلغ مالي، تقول هي عندها راتب وعندها خير، لكن تقول إنها أخذت وكان عمرها في العشرينات وهو ما يدري، تقول الآن ممكن ترجع المبلغ هذا إلى محفظة زوجها. شريفة بارك الله فيك، الجواب على هذا من قسمين: إذا كان زوجها لا يعطيها المصروف والنفقة الواجبة عليه تجاه زوجته فلا ترجع شيء من هذا القبيل، أو كانت هي أصلا محتاجة وزوجها بخيل مثلا أو شحيح أو ما يصرف عليها، وهناك ضروريات وحاجيات وليس تحسينيات، يعني أشياء ضرورية تخصها وتخص مثلا عيالها وهو رافض هذا الشيء، فأخذت
بهذا القدر هذا ما فيها شيء ولله الحمد. فقد جاءت هند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شعي لا يعطيني وولدي يعني شيء، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. هذا ولذلك إذا كان يرفض النفقة عليها أو ما يعطيها الأشياء الضرورية والحاجية أو هي مضطرة إلى شيء وتعلم بأن زوجها سيرفض وأخذت هذا في الزمن السابق ما عليه شيء ما ترد. أما إذا كان لا مدت يديها إلى محفظة زوجها ظلما وعدوانا، الرجال مو مقصر معها وينفق عليها ويعطيها وأي شيء تطلب يلبيه ومدت يديها، لا هي آثمة وتستغفر الله وترجع هذا المبلغ الآن إلى محفظة زوجها. السؤال الآخر مرتبط به، تقول زوجها تسلف منها وهي عفت عنه، ممكن تحسب هذا من الشيء اللي أخذته؟ ممكن، نعم ممكن، يعني هي قالت أبدا أنا مسامحتك في هذا المبلغ وتقصد بأنها ترجع هذا المبلغ إلى محفظة زوجها وأنها يكون يعني مسألة سداد ما أخذته من هذا المال من بغير وجه حق، يجوز. أما إذا كان المبلغ أقل يجوز وأيضا تعطي الباقي بارك الله فيك. شريفة تسأل تقول الأم إذا أعطت بناتها، عندها ثلاث بنات وحفيدات، أعطت البنات والحفيدات والثالثة أعطتها مبلغ من المال، تقول البنات قالوا لا لابد من مشاورة الأولاد ويريدون يشارون الأولاد، تقول يعني هل إذا اعترضوا مثلا نفس الأحفاد أيضا لابد من المساواة أو شيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضلة شريفة بارك الله فيك، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأولاد البنين والبنات، والنفقة على الأولاد على قسمين فرض وفضل. الفرض يجوز عدم يجوز التمييز بين الأولاد، يعطي هذا على قدر سنه وحاجته ويعطي هذا على قدر سنه وحاجته. أما الهبات والهدايا اللي أصل فيها التحبب فلا، لابد من إعطاء الجميع، لابد من إعطاء الجميع، ويعطون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت عطيتي بنتين ووحدة عطيتيها مال وعطيتي أحفادك، طيب الآن أنكم تشاورون الذكور راضين ولا لا؟ إذا قالوا راضين الحمد لله، إذا قالوا لا ما حنا راضين، فالقسمة تكون على بناتك وأبنائك. أما الأحفاد فلا، الأحفاد ما يدخلون في هذه المسألة، فيجوز أن تخصي أحفادك دون أولادك، واضح؟ يجوز أن تخصي أحفادك تعطينهم دون بناتك وأبنائك، يجوز. ولذلك إذا رضي الأولاد الحمد لله، إذا ما رضوا قول بنعطيكم من يعني ما يعني يناسب، بشرط أن تعطيهم قدر سهمين. يعني إذا كان البنت والله اللي أحد البنات مثلا البنت الأولى اشتريتي لها مثلا بمئة دينار تعطين الولد 200 دينار بحريني، إذا أعطيتي مثلا البنت الثانية ما أو أعطيتي مبلغ 100 دينار تعطين الذكر 200 دينار بارك الله فيك. شريفة تقول الحمد لله الأم بخير ونعمة وغنى، تقول ممكن أنها طبعا أعتقد هذا تكمل يعني بالنسبة للسؤال السابق فيما يتعلق بقضية الذهب، أنها تقول يعني تأخذه وتوزعه على عياله، وإذا كان واحد مثلا متسلف مبلغ مثلا منها يعني ممكن تعطيه أو شيء من هذا القبيل. أختي شريف الله يرضى عليك، هذه قاعدة احفظيها احفظيها، العدل بين الأولاد واجب إلا برضاهم، إذا رضي قال والله أنا الحمد لله عندي راتب وعندي شيء بكيف، عندك أولاد واحد متسلف منك مبلغ مثلا والباقي لا مو متسلفين، عطيتيهم وقلتي له المبلغ اللي عندك لي هذا احسبه من العطية، ما في شيء ولله الحمد والمنه، لأنه بيفرح في هذا، يفرح أنك أسقطت عنه الدين بمثل هذه العطية. شريفة تقول واحد من عياله عنده قطعة أرض من الحكومة وممكن الدولة تسحبها في أي وقت، في لها وقت محدد، هل ممكن أنني أبني عليها من دون ما أشاور إخوانه؟ نعم يا أخت الفاضل، مثل هذه لا يحتاج مشاورة الأولاد، مثل هذه تكون مساعدة منك لأحد الأولاد في بناء البيت، وإذا حصل ولد آخر أراد أن يبني ممكن تساعدينه، لكن ليس لأحد الاعتراض. أنت الآن تقول والله قطعة أرض والدولة قالت له شوف قدامك 6 أشهر إذا ما بنيت بنسحبها منك، يجوز لك تساعدينه وتبني له،
فأنت إما تساعدينه بهبة تقولها من عندي لك، أو تقولي هذا قرض تسددني متى ما إن تمكنت، جائز ولله الحمد. وليس لأحد الحق، لأن هذه حاجة، هذه حاجة. مثل إن شاء الله الفال بعيد، واحد مرض من عيالك وقال والله لابد نوديه الخارج، ورحتوا فيه وصرفتوا دم قلوبكم، صرفتوا أموال، ما لأحد الحق يقول والله مثل ما صرفتوا عليه تصرفون علي، لا ما له حق. هذا خلاص، هذه حالة خاصة. كذلك ولد يبغى يتزوج وساعدتي أنت، ما يجي واحد يقول لا مثل ما أعطيتي أعطيتيني، تقولي لا أعطيك إذا تزوجت، أما مالك حق الآن. فهذا الحالات هذه مستثناء ولله الحمد والمنة. أم حمزة من فرنسا يعني قصتها قصة ومؤلمة، تقول يعني عندها بنت عمرها 11 سنة، يعني للأسف واضح أن البنت مشاغبة ومتمردة وعاصية وعاقة في هذا السن الصغير. تقول أنا عندي 6 أولاد الحمد لله ربيتهم، منهم من زوجتهم منهم من كذا، وتقول هذه البنت تطلب طلبات غريبة وتريد أن تخرج وكذا، وللأسف والدها السلبي في قضية، أقول استأذني والدك، والدها يعني كذا. البنت تطورت قالت أنت لست أمي، أنت زوجة أبي، وشيري من راسك وكذا، يعني صورة أني أنا بنتك أو أنت أمي. وتقول يعني الآن حتى وصل الحال إلى أنها تقول اخرجي عن البيت، تقول إما أنا وإما أنت، وروحي لأهلك وتدعي أني أصاب بكورونا. تقول ما العمل؟ أم حمزة بارك الله فيك، هذا ابتلاء لك وعليك بالصبر والثبات، والحمد لله الذي أعطاك 6 صالحين وأخرج هذه البنت بهذه الصورة، وندعو الله لها بالصلاح، أسأل الله تعالى أن يصلحها. الأمر الثاني، لا بد أن تعلمي بأن الأولاد فتنة، كما قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأيضا عدو، إن من أزواجكم وأولاد عدوا لكم. فلا بد أن نتعامل على وفق هذا المبدأ، وعلى مثل على وفق هذا الأمر الذي جاءنا من الله عز وجل. ومن جملة عداوة الأولاد وفتنتهم مثل هذه الحالة الموجودة الآن، حينما تعترض على والدتها أو تتمنى لها الموت أو تقول إما أنا وإما أنت. فأنت عليك بالصبر واحتساب الأجر، كثرة الدعاء والتعلق بالله عز وجل. المسألة الأخرى، أبوها يتحمل وزر كبير وإثم عظيم حينما سمح لها أن تتجاوز وتعتدي على والدتها بمثل هذه الصورة الفاضحة الفجة القبيحة السيئة. وهذا يدل على أن الوالد فيما يظهر والله أعلم أن لديه مشكلة معك. أنا لا أريد أن أقول شيء يعني أتجاوز فيه، واضح، لأن جرت العادة أن الأب ما يسمح للولد أنه يعتدي على أمه سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا يسمح بذكرها بسوء، ولا الأم كذلك تسمح لأولاده أن ينالوا من والدهم شيء مع أن العلاقة الزوجية قائمة. ولذلك الرسالة لزوجك وليست لك، أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يقف في وجه ابنته هذه، وأن يؤدبها وأن يربيها تربية صالحة، وأن يمنعها من أن تعتدي عليك بالقول أو بالفعل. الشيء الآخر، كونك الآن تقول والله أنا حزمت أمتعتي وسأخرج وأبقي لها البيت، هذا خيار صعب ومؤلم، وأنا لا أتمنى بالنسبة يعني لأم تعبت وسهرت وربت أن تخرجي بمثل هذه الصورة المهزومة. وكان يجب على زوجك أن يتدخل وأن يلقن ابنته درس لا تنسى أبدا في قضية تعاملها مع والدتها. ولذلك زوجك يا أخت الفاضلة منغمس في الإثم وواقع في الخطيئة، ويتحمل نتائج مثل هذا التصرف اللي تقوم به ابنتك تجاهك. تقولي والله أنا أرى أنه حل، سأخرج إلى ابني وبنتي مثلا أجلس هناك، ولعلها تشعر بقيمة والدتها في البيت والخدمات اللي تقدمها والرعاية وشيء من هذا القبيل. هذا راجع لك يا أخت الفاضلة، لكن عموما الوضع مؤلم. أنت أم تبقين أم، اسأل الله عز وجل لها الهداية، ادعي لها. واضح بأنها تمر في فترة مراهقة، قد تكون هناك مؤثرات خارجية، حاولوا أن تنقلوها إلى مدرسة أخرى، حاولوا أن تجعلوها تعيش في مناخات صحية إيمانية، إن شاء الله المساجد تفتح، لقنوها القرآن، تتعلم الأحكام الشرعية. هذا الذي أقول لك، أسأل الله تعالى أن يصلحها وأن يهديها وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يهدي زوجك لأن يقوم بدوره كونه رجل. الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء، وأن يقوم بهذا الدور.
والله عز وجل سائله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محمد أخوي من عمان أعتذر منك وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، لكن إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله سأبدأ البرنامج بالجواب على سؤالك إن يسر الله وأعان، واللي ذكرته اليوم في أحكام الخشوع أو أسباب الخشوع لعلك إن شاء الله تكون قد انتفعت به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.